أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر اتخذت إجراءات مهمة جعلتها تحتل مكانة تنافسية في قطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك بفضل توافر الإرادة السياسية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على النحو المبين في رؤية مصر 2030. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، والتي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة بحضور عدد من الوزراء ومطوري الهيدروجين الأخضر ومسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أكد مدبولي أن مصر تتمتع بإمكانات هائلة وواعدة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك البنية التحتية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ثم تصديره إلى أوروبا. كما أوضح رئيس الوزراء أن قناة السويس التي تعد أهم ممر مائي في العالم تعد فرصة مهمة لتقديم خدمات تزويد السفن المارة بالقناة بالوقود الأخضر. وأشار رئيس الوزراء إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لجذب استثمارات إضافية في هذا القطاع، من بينها صياغة استراتيجية الهيدروجين الأخضر والموافقة على نظام الحوافز التنظيمية والمالية على مستوى الصناعة لجذب الشركات العالمية والعمل على إعداد مسودة قانون يتضمن جميع الحوافز التي ستمنح لمطوري الهيدروجين الأخضر، فضلا عن إنشاء مركز رئيسي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة وشرق بورسعيد.